ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. هل من معلومات سيد رامي أوفى حول منع الحرس الثوري للميليشيات من القيام بأي عمل عسكري مضاد؟ نعم مساء الخير. طبعا هذا يعني بأن صواريخ إيران ستكون خردة لا قيمة لها، لأن هذه الصواريخ التي تمركزت عند ضفاف الفرات الغربية بالقرب من القواعد الأمريكية لن تستطيع إيران استخدامها ولا الميليشيات الموالية لها كحزب الله العراقي الذي أدخل إليه نهاية الشهر الفائت نحو 56 صاروخا في منطقة التبنى شمال غرب مدينة دير الزور من أجل، وهذه معلومة مؤكدة، من أجل استهداف القواعد الأمريكية في شرق الفرات واتهام دون تبني العملية لكي يتهم تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ هذه الهجمات. اليوم أعتقد بعد التوجيهات التي جاءتهم وتوجيهات شديدة اللهجة من قيادة الميليشيات الإيرانية في مناطق الاحتلال الإيراني والسيطرة الإيرانية في محافظة دير الزور، يمنع منعا باتا إطلاق أي قذيفة أو صاروخ باتجاه القواعد الأمريكية، ليس فقط القواعد الأمريكية بل ممنوع منعا باتا استهداف قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى من نهر الفرات بالأسلحة الإيرانية المكدسة والمخزنة عند ضفاف الفرات الغربية. وهنا ما جاء في تقريركم هو مؤكد بأن هناك أهداف على طول هذا الشريط كانت من ضمن الأهداف الأمريكية، إلا أن وجود هذه النقاط التابعة لحزب الله العراقي والميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية ضمن مناطق مدنية حال دون استهدافها، فلذلك اكتفوا فقط باستهداف المعبر المحدث جنوب مدينة البوكمال، والذي قلنا بأنها هي منطقة محدثة أنشئت قبل أسابيع في تلك المنطقة من أجل إدخال السلاح من العراق والحكومة العراقية، والجميع يعلم بأن هذه المنطقة ليست تحت سيطرة النظام، هي تحت سيطرة الميليشيات الموالية لإيران، والرسالة الأمريكية هي رسالة درس لإيران لا أكثر ولا أقل. ما الذي تغير في هذه المنطقة بعد الضربة الأمريكية من حيث تمركز الميليشيات التابعة لإيران فيها؟ هل هناك إعادة تموضع؟ نعم. قد يوحي بأي تحرك قادم؟ نعم بإعادة تموضع بعد أقل من ساعة من الضربة الإيرانية الإسرائيلية للميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية. أولا بداية كان هناك إعادة تموضع في مدينة البوكمال، تبعه يوم أمس إعادة تموضع في كامل هذا الشريط، لأن لديهم خطط لإعادة الانتشار بعد الاستهدافات الإسرائيلية المعلنة لتلك المنطقة والاستهدافات التي كانت العام الفائت لوحده أكثر من 20 استهداف بطائرات مجهولة لا نعلم إذا ما كانت أمريكية أو غير أمريكية، ولكن في النهاية إيران تعرضت لضربات كبيرة في ضفاف الفرات الغربية في بقعة جغرافية تشكل مساحتها نحو 4000 كيلو متر مربع. شكرا جزيلا لك من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.